مساء الخير يا جماعة. مساء. معلش يا بابا اتأخرت عليك بس. في ايه؟ مفيش يا ابني. احنا افتكرنا عم يبني. سليم طرد خاله النهارده بالشركة يا عادل. ايه؟ طرده يعني ايه؟ ايه يا بابا الكلام ده؟ ايه يا بابا ازاي سكت له؟ أنا اللي حاسس في نفسي إنه اتهمني إن أنا باصص لفلوس أختي وبناتها. إيه اللي بتقوله ده يا بابا؟ أنا مش هسكت للراجل ده. استنى يا ابني. إحنا عايزين الأمور تتصلح. إيه يا بابا؟ هتعدي له موقف زي ده يعني؟ السلام عليكم. الله. تعمل ايه هنا يا استاذ راضي؟ انت ما كفكش اللي خدته في الشركه ولا ايه؟ سالم مش من حق اي حد انه يهين اخويا او يطرده من بيتي. موسى كان هو الكبير في البيت ده، ومن بعده سالم بقى هو الكبير، كلمته تمشي على الكل، هو اللي يقول مين يدخل ومين يطلع. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حاج؟ خلاص يا سعاد مفيش داعي للكلام، أنا كده كده كنت ماشي، هطمن عليكي بالتليفون. يلا بينا يا عادل يا ابني نروح بيتنا. حاضر. يلا بينا يا عادل يا ابني ما تصغرنيش. يلا. ما عاش ولا كان اللي يصغرك يا بابا. كده برضو الحاجة؟ بقى هي دي الأصول؟ يلا بينا يا سالم يا ولدي. أنا عايزة أريح جدتي على سريري في بيتي. تعالى يا حاج اتفضلي.